الذاكره يعني. طيب خلينا اخدك انت بقى شخصيا كده، في ادينا بندردش مع بعض. اولا قول لي، هل اللعيبه بقى بشكل عام من وجهه نظرك بقى، انت طبعا متصل بيهم كل معظمهم يعني، هل بيتمرنوا في بيوتهم ولا خلاص انتخوا وريحوا؟ بص يا كابتن، وجهه نظري الشخصيه مفيش دوري السنه دي، مفيش دوري هيتلعب، لان انت تعالى بمنتهى البساطه نحسبها مع بعض. النهارده احنا بنتكلم في اخر ابريل، داخل عليك شهر رمضان، احنا في اخر احنا في اخر مارس، اسف اخر مارس. واتحاد الكره اعلن ان هو تقريبا في شهر 5، قريت كده تصريح، ما اعرفش اذا كان حقيقي ولا لا، شهر 5 الدوري هيرجع او هيعود. وانت داخل في شهر ابريل على شهر رمضان، وحضرتك كنت مدرب كره وتعلم ان الاجازه السلبيه اللي اخذها اللعيبه ديت، ان مش كل اللعيبه هتتقي الله في نفسها وهتشتغل على نفسها وهتتمرن بالظبط، الناس هتكبر دماغها. حضرتك تعلم جيدا ان هو عشان يعمل ريبوتيشن او ريكفري لنفسه تاني محتاج مش اقل من 21 يوم. فتره اعداد جديده. مظبوط. يبقى دي 21 يوم يا حضرتك، دخلت في شهر 5. وانت عشان تخلص الدوري دوت هتخلصه في شهر 10. اذا قدر ليك مع عوده الالتزامات الدوليه اللي هي التزامات القاريه، بطوله عربيه عندك النادي الاسماعيلي بيشارك فيها، بطوله افريقيه عندك اهلي وزمالك وبيراميد، واعتقد المصري ان لم تخن الذاكره. فانت هيبقى عندك، لا المصري خرج لغايه خرج، انا اسف، خرج المره اللي فاتت صح. فانت محتاج لغايه شهر 10 تكمل البطولات اللي عندك. طيب اوكي. واللعيبه محتاجه 45 يوم فاصل، قول هتديهم 25 يوم او شهر. فانت دخلت في شهر 11. فهتبدا المسابقه في شهر 12. اولمبياد طوكيو اجلت ل7/2021. صح. معايا حضرتك ولا مش معايا؟ تمام. وبطوله افريقيا. دوري ابطال اوروبا. كاس امم افريقيا. بالظبط. انت معايا حضرتك ولا مش معايا؟ فانا اعتقد واوجه رسالتي للاخ الفاضل الاستاذ عمرو الجنايني واللجنه لكل الزملاء، انا شايف ان احنا نطفي النور على السنه دي ونبدا الدوري من شهر 7 زي زمان، ودي كانت حاجه احنا كلنا بنتمناها. كانت امنيه سابقه. خلي بالك انه الجماعه الانجليز النهارده هياخدوا قرار بكده. لا، ده الانجليز قال لك لابد ان نستأنف الدوري الانجليزي وبدون جماهير ماكسيمم في شهر يونيو. يعني هم الدوري الانجليزي حضرتك بتتكلم في حقوق تجاريه تتخطى المليارات. بالظبط. والطلاينة على فكره، تخيل الطلاينة النهارده بيقولوا نفس الكلام. الطلاينة الناس عايزه ترجع على الحياه. ما هو مصر عايزه، ما هو التصريح اللي طالع بيقول ان مصر تكمل. لكن احنا الظروف عندنا غير. دول يا كابتن هيخلصوا الدوري المفروض ان لم تحدث هذه الازمه العالميه. كان الدوريات بتاعتهم بتخلص 25/4 و15/5. بالظبط بالظبط. معايا حضرتك ولا؟ فهو اصلا هيكمل شهر. فمش فارق معاه انه يخلص شهر 6. طيب طبعا. وده معناها، ده معناها ان انت عايز تجمد بقى الصعود والهبوط والكلام ده كله. وجهه نظري يؤخذ بشكل المسابقه هذا الموسم. يعني اخر ثلاثه دلوقتي ينزلوا واول ثلاثه يصعدوا، فير انف. لا لا لا، انا مش موافقك خالص. والله انا بقول لك، ما انا هقول لك ليه يا ابو الكباتن مش موافقك. النهارده سي ان نادي اف سي مصر هو اخر فريق، لكن ده لسه قدامه 16 مباراة ب 48 نقطة. صح. فأنت كده سوريا بتتبع. أنا بقول وجهة نظري، أنا عندي وجهتين نظر في المنطقة ديت. وجهة نظري يؤخذ بالدوري زي ما هو، والترتيب يبقى زي ما هو حتى في اشتراك البطولات القارية. ولا تحسب مسابقة، يعني إيه؟ ما يحسبش درع دولي، لكن يؤخذ بالترتيب. تمام. واللي تعب من تحت، ما أنت عندك برضو مشكلة إن سيراميكا ومش عارف الأندية اللي برضه تعبوا وعايزين يصعدوا وصرفوا فلوس كتير. انت معايا؟ ده هتواجه مشكلتك اللي انت بتقول عليها اف سي مصر او وادي دجله او وات ايفر، مش متخيل اسامي الثلاثه اللي تحت. يعني انا بتكلم بشكل عام يعني. يبقى انت كده عملت ما لا يدرك كله، لا يترك كله. او الحل الاخر ان انت تصعد الثلاثه على ال 18، تصعد كل الناس يعني، تشتغل كل الدوريات اللي تحت وتصعد الثلاثه على ال 18 وتعمل بيهم دوري. بس تبداوا من بدري اللي احنا قلنا مثلا يبقى شهر 7. وتبدا بعد كده تنزل من السنه اللي بعدها 6 فرق او 5 فرق. يعني انت عايز تشغل القسم الثاني؟ انا عايز اعتبر القسم الثاني اللي صعد خلاص.
مش هشغله خلاص، انا عاوز كله يقف. يعني بالترتيب الحالي. انا مقترح الاولاني حضرتك فهمته. ما عندكش ازمه فيه. تمام؟ مقترح الثاني ان يفضل ال 18 فريق بتوع الدوري العام. ويصعد من صعد، يعني اللي صعد من الرابعه للثالثه يصعد، ومن الثالثه. ايوه بس المسابقات ما خلصتش لسه عشان تقول صعد. انا عارف انها ما خلصتش. انت عايز تصعد على الوضع الحالي؟ على الوضع الحالي تكبر المسابقات. بحيث ان الانديه الصغيره اللي صرفت في الرابعه والثالثه والثانيه ما يروحش عليها الجهد اللي هي عملته ده. ده صعب. وتعمل قرار ان السنه اللي بعدها يهبط عدد اكبر من الانديه، يعني كنا بنقول ثلاثه يبقى. ايوه فاهمك، عشان ترجع للشكل الاولاني يعني. ده ممكن يكون اقرب الى الحياديه. او ان خلاص ان انت تلغي بقى وخلاص يبقى الناس. انا طبعا وجهه نظر، وجهه نظر تحترم، لكن لما تسالني انا شخصيا وجهه نظري تطبيقها صعب. اشوفها المساله دي في منتهى القسوه. صح. بالظبط. انا عارف وما فيهاش فير انف يعني بصراحه. انا متفق على حاجه، بس طب انا اسالك سؤال. ايه الحل، ايه الحل لما احنا بنحسب، وانا احترم وجهه نظرك يعني. لما احنا بنحسب المصروفات اللي انفقها نادي زي اف سي مصر للبقاء في الدوري العام في مقابل ما انفقه الست فرق اللي بتنافس على الصعود للدوري العام في المجموعات الثلاثه. اف سي مصر ممكن يستطيع، عنده استاذ احمد خليل راجل يعني انا قعدت معاه، راجل يفكر وعنده رؤيه وكذا، هو ومحمود وفريق العمل اللي معاه. لكن الانديه اللي تحت ديت وجدت صعوبات، ان عندك فاركو ده بيقاتل بقاله فتره، سيراميكا بيقاتل، بني سويف بيقاتل، كذا فرقه، المنصوره، المحله، كله بيقاتل. الاهلي ده مش هيحصل تاني، غزل المحله. انت معايا ولا مش معايا؟ فانا بفكر بفكره الانديه الصغيره. انت معايا يا كابتن؟ هي مشكله بتواجه اتحاد الكوره، هي لا مشكله بكل المقاييس، هي مشكلته. يعني مشكلة يعني وحلها الوحيد انه يبقى الوضع كما هو عليه، وده هيكون خسائر لكل الناس. على وكان الموسم لم يكن، بس ده خسائر لكل الناس طبعا. انا شايف ان الحل اللي انا قلته في النص ده يعني الى حد كبير مرضي. طيب تبقي على ال 18 نادي وتصعد من اتى من الخلف يعني. قول لي اخر صفقاتك انت الشخصيه ايه بقى كوكيل للاعبين؟ لا والله يا كابتن انا مجمد النشاط بقالي سنه. وما حطيتش عقود في اتحاد الكوره من سنه 2017 يعني. بفكر بفكر في خطوه، بعمل شيفت يعني، بفكر ان انا اخرج من المجال بقالي فتره كبيره يعني. تخرج خالص من المجال؟ بحاول ممكن اعمل شيفت يعني. انت المفروض في جوابتك دلوقتي افتكر بعض اللاعبين، ولا كله خلاص فسخت معاه؟ لا انا عقودي خلاص انتهت من سنه 2017. اوكي، خرجت من المجال يعني. لا يعني بهدوء كده ومن غير ما حد يشعر. بحاول بشكل او باخر ان انا اعمل شيفت يعني. اوكي، خطوه متخطط لها من فتره يعني. شكلك ناوي تخش انتخابات اتحاد الكوره؟ والله احد الاطروحات يعني، في ناس من الزملاء في الجمعيه العموميه بيكلموني، واحد الاطروحات اللي بفكر فيها يعني. تمام. لكن لسه ما يعني ما خدتش القرار كومبليتلي يعني. يلا يا رب موفق ان شاء الله باذن الله، وسعيد بمكالمتك يا محمد باشا، متشكر جدا حبيبي يا كابتن. ربنا يخليك، اشكرك شكرا جزيلا.